السلام عليكم ورحمة الله. لماذا اختارت القائمة العراقية منطق التهديد في تعاملها مع الفرقاء السياسيين؟ ولماذا تلوح دائما بتفجر الوضع الأمني إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها؟ ما دلالات التصعيد الأمني بعد كل تحذير وتهديد تلوح به العراقية؟ وإلى أين وصلت جهود هذه القائمة لتدويل ملف الانتخابات؟ وماذا يعني تصريح بعض أقطابها بأنها ستذهب إلى أبعد ما يلزم لتحقيق هذا المطلب؟ وما دلالات تحذير المالكي من مشروع دولي للانقلاب السياسي في العراق؟ القائمة العراقية ومنطق التهديد موضوع هذه الحلقة من ساعة عراقية. ضيوفي الكرام، معنا من بغداد الأستاذ خالد الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون، ومن بغداد أيضا معنا الأستاذ انتفاض قنبر، عضو الائتلاف الوطني العراقي. أرحب بضيوفي الكرام ونبدأ الحوار مشاهدينا الكرام بعد مشاهدة هذا التقرير. فيما لا يزال المشهد السياسي العراقي ملفوفا بالغموض والضبابية بعد مرور أكثر من شهر على إعلان المفوضية لنتائج الانتخابات، جاءت أطروحة التدويل التي تحاول قائمة العراقية تسويقها لتزيد هذا المشهد تعقيدا ولتفتح الأبواب على كثير من الاحتمالات. رئيس الوزراء نور المالكي استنكر هذه الدعوة وحذر من مشروع دولي إقليمي للانقلاب السياسي في العراق من خلال صناديق الاقتراع، داعيا الجامعة العربية لعدم اتخاذ أي خطوة تنفيذا لطلبات بعض السياسيين العراقيين، كون ذلك سيعيد العراق إلى المربع الأول ولن يسلم أحد من هذه العودة حسب قوله. في الطرف المقابل، صعدت قائمة العراقية من تهديداتها بعد التلويح بالانسحاب من العملية السياسية والدعوة لعصيان مدني، وأكدت على لسان صالح المطلق أنها ستذهب إلى أبعد المدايات، مشددة على تدويل قضية الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ لإدارة البلاد. وبين هذا الشد والجذب، تشير بعض المؤشرات إلى وجود تناغم بين هذه الدعوات وما يصدر من مواقف وتصريحات من بعض العواصم الإقليمية والعربية، والتي وإن لم تعلن موقفا واضحا تجاه مشروع التدويل، لكنها تدفع بهذا الاتجاه لحاجة في نفس يعقوب. كما أن التصعيد الأمني الأخير في بغداد ومناطق أخرى يشير إلى أن الأوضاع السياسية في العراق حبلى بالكثير من المفاجآت والمتغيرات. إذا مشاهدينا الكرام، القائمة العراقية ومنطق التهديد. أبدأ مع ضيفي الأستاذ خالد الأسدي. أرحب بك سيد الأسدي معنا في هذه الساعة العراقية، ونبدأ من التهديدات التي عودونا طبعا أقطاب في قائمة العراقية على أن يستخدمون لغة التهديد والوعيد. برأيك سيد الأسدي، لماذا هذه اللغة تعتمدها كتلة سياسية ممثلة في البرلمان العراقي القادم؟ لغة التهديد والوعيد والتحذير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهديك. بالحقيقة بعض القوى السياسية تحاول أن تستخدم بعض الأوراق وتخلطها فيما بعضها في محاولة من عندها لإنتاج فوضى سياسية في البلد، ربما هذه الفوضى السياسية تنعكس عليها بشيء من الحلول المقنعة. الملفت بالنظر أن هذه الأوراق بدأت تنتقل من الملف الأمني إلى الملف الدولي إلى الملف الداخلي، وكأن العملية عملية تهديم متعمدة للعملية السياسية وللعملية الديمقراطية في البلد. طبعا لا شك عندنا في أن هناك أطراف ربما في قوائم فائزة في الانتخابات عملت منذ البداية، وقد لاحظناها مرارا وتكرارا، على إسقاط العملية الديمقراطية في البلد والعودة بالعراق إلى مرحلة نظام صدام حسين وحزب البعث، ولا زال البعض إلى هذه اللحظة يتغنى بأمجاد حزب البعث ويتمنى عودته، وهم أقطاب أساسية وقيادات أساسية في القائمة العراقية وفي غيرها. ربما تحاول فعلا أن تدفع القائمة العراقية إلى نهج مسار وطريق لن يؤدي بها إلى شيء، سوف يعني يجعلها في دائرة التهديد للمصلحة الوطنية العراقية وفي دائرة التهديد للعملية الديمقراطية في البلد،
وعد ذاك القوى الوطنية العراقية سوف تتحرك، وبتقديري بدأت تتحرك هذه القوى الوطنية لاحتواء الأزمة الموجودة في البلد من خلال تحالفها وتكاتفها، لأن هناك قوى وطنية عراقية ناضلت الدكتاتورية وعملت بكل جهدها لبناء العراق الجديد، وأعطت من التضحيات الشيء الكثير لبناء هذه العملية السياسية، ولن تفرط بها تحت أي ذريعة وبأي وسيلة من الوسائل. لذلك بتقديري أن المفاجآت الحقيقية اللي سوف تحدث مو مثل ما ورد في التقرير. قطعا قد تكون هناك بعض أعمال العنف والإرهاب اللي تنتهجها بعض الجماعات التكفيرية والإجرامية، مرة تستغل الظروف ومرة تحاول أن تنتصر لطرف دون طرف، هذا قد نلحظ، ولكن المفاجآت الحقيقية واللي قطعا ينتظرها الكثير من أبناء شعبنا هو ما يتعلق بالتحالفات الكبيرة التي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة، والتي سوف تندفع باتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية تعمل على بناء العراق الجديد بناء ينسجم مع طموحات الشعب العراقي. طيب، أنتقل إلى السيد انتفاض قنبر، ونبقى سيد قنبر في خطاب القائمة العراقية. البعض يعتقد أن أقطاب العراقية دائما عندما يهددون ويلوحون بأن إقصاءهم مثلا بمعنى عودة العنف إلى البلاد، هذا التصريح سمعناه أكثر من مرة وجاء على لسان أكثر من قيادي في العراقية، أنه إقصاء العراقية طبعا حسب مفهوم هؤلاء بمعنى عودة العنف إلى العراق. يعني ما علاقة مطالب للتكتل وكتلة سياسية برلمانية بعودة العنف إلى العراق؟ كيف تقرأ هذه المعادلة؟ القراءة واضحة، هي أنا في رأيي الشخصي هذا التلويح بالتهديد، وهو أسلوب لخلق الذعر والخوف والفوضى في نفوس العراقيين. أنت تتذكرون عندما قامت هيئة المساءلة والعدالة قبل الانتخابات بإقصاء بعض البعثيين من الانتخابات، قالت القائمة العراقية أن هذه العملية السياسية سوف لن تتقدم إلى الأمام، وأنها ستنسحب، وأن هناك عنف سيحل، ولكن الانتخابات حصلت على ما يرام الحمد لله والشكر، رغم هناك كان بعض العنف من القوى البعثية والتكفيرية كما تعلمون. أنا أعتقد الأخطر من هذا هو أن تقوم القائمة العراقية وبكل يعني فضاضة لدعوة جهات خارجية غير عراقية للتدخل في شؤون العراق، والإشارة إلى الفصل السابع، يعني كأنما الجهاد العراقيين وكفاحهم والدماء التي سيلت والأرواح التي استشهدت والأموال التي بذلت والنضال كل هذا لسبع سنوات للخروج من الاحتلال وللحصول على السيادة الكاملة للعراق وتوقيع المعاهدة وسحب القوات، كل هذا يجب أن يذهب هباء ويرجع العراق بلدا محتلا. بل أن ياد علاوي رئيس القائمة ذكر في أحد خطبه أو أكثر من خطاب أن على القوات الأمريكية أن تصلح بين قوسين الوضع السياسي قبل خروجها، ولا وهي كانت دعوة غير مباشرة بأن يسأل القوات الأمريكية أن لا تخرج من العراق. هذا النداء إلى الأجنبي بالتدخل في شؤون العراق لصالح جهة سياسية